بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا خذ بأيدينا إلى ما ينفعنا في دنيانا وأخرانا، آمين يا ربنا يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. الآن بفضل الله تعالى سنباشر مقاربة مبارك من لدن المبارك سبحانه وتعالى لبعض آيات من سورة البقرة لها صلة بتعليم ربنا سبحانه وتعالى لأبينا آدم عليه السلام الأسماء كلها. وبعد أن بين أن لا علم للملائكة عليهم السلام كما لآدم أبينا آدم عليه السلام علم له خاص وعلم آدم الأسماء كلها، وكيف بعد هذا التبيين جاء أمر الله بالسجود لأبينا آدم عليه السلام سجود تحية لا سجود عبادة. الإسلام لا يقبل التناقض أبدا لأنه صادم عن المولى الواحد والواحد كامل وليس كمثله شيء، والكامل لا يكون كلامه ينطوي على تناقضات أو إخلالات أو تعتيمات. وهل مجد والسلام.